ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. يقول السائل جزاكم الله خيرا، حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم يرد علي الحوض، لن يردا علي الحوض، المرجئة القدرية. السؤال: ما الحكمة من الجمع بين هذين الفرقتين بالذكر؟ فهل في عصرنا هذا من يقول أو يعتقد بما قاله أو اعتقد المرجئة الأولون؟ نعم، هذا الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله وسبقه إلى تحسينه جمع من أهل العلم يبين خطورة هاتين الطائفتين المرجئة والقدرية. والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، والمتقدمون منهم بل وبعض المتأخرين هم إباحيون، يقولون إذا قلت لا إله إلا الله فافعل ما شئت، ويزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، ومنهم من يضيف إليه القول ويخرجون العمل من الإيمان. ومن رأى أن العمل ليس من الإيمان مطلقا وادعى أن من نطق بالشهادتين وصدق أنه يدخل في الإسلام فقد أعظم على الله الفرية. وقد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل بالكلية فليس بمؤمن، ولذلك قال كثير من السلف: الإيمان قول وعمل. بل قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أدركت 62 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فمن أخرج العمل من الإيمان وقال بجواز ترك العمل فليس بمسلم. والعمل منه ما يبطل، والإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، منه ما يبطل الإيمان بتركه مطلقا وهو التوحيد، وهذا إجماع. ومنه ما يبطل به بتركه الإيمان على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ترك الصلاة حتى ولو كان تكاسلا، فتارك الصلاة كافر وليس بمؤمن، سواء تركها جحدا أو تركها كسلا. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كترك بقية الواجبات تهاونا وليس جحدا، وارتكاب بعض المحرمات دون استحلال. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، وهو ترك المستحبات وترك المسنونات. جزاكم الله ما انتهى الجواب. هذه هي المرجئة. وأما القدرية فأكثرهم من المعتزلة، وهم على قسمين: القدرية الجبرية، وهم الجهمية الإرجائية. والقدرية النفاة، وهم نفاة القدر، وهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهم المعتزلة. والمعتزلة على النقيض من المرجئة الغلاة، فمع تقريرهم نفي القدر
فإنهم يقولون أعني المعتزلة مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم، يقولون إن المرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وإذا مات مصرا عليها فهو خالد مخلد في النار. فهم في النهاية يتفقون مع الخوارج. وقد جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. الخلاصة أن هاتين الفرقتين من شر الفرق، من شر الفرق. بقي أن يقال هل لهم وجود، هل للإرجاء وجود الآن؟ نعم له وجود. فالذين لا يصلون ويقولون إن الله غفور رحيم، هؤلاء مرجئة، لأن من لم يصلي فهو كافر. والذين يرون أن ارتكاب المحرمات لا بأس به فهم كفار ومرجئة وغلاة. وأما من ابتلي ببعض المعاصي مع اعتقاده تحريمها دون ترك التوحيد أو ترك الصلاة، فلا شك أن هذا لا يخرج من حظيرة الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن فاسق أو نحو ذلك. وأما ما قد يقع من بعض الناس من حكم على المسلمين بالإرجاء من أجل أنهم لا يوافقونهم في بعض الألفاظ القولية، فإن هذا تجن على المسلمين، مثل من يحكم على الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء، وهو القائل هل يتصور أن من ادعى أن من قال لا إله إلا الله وترك العمل مسلم؟ لا والله ليس بمسلم. هذا هو قوله رحمه الله، يقول إن من ادعى الإيمان وهو لا يعمل شيئا البتة فليس بمسلم، وهذا بإجماع المسلمين. وهذا توضيح لبعض الإجمالات التي استغلها من استغلها من الجهلة، فحكموا على المسلمين بالإرجاء وهم بعيدون من ذلك كل البعد، ورتبوا على ذلك أحكاما، وعند الله تجتمع الخصوم. فلننتبه ولنمسك ألسنتنا عن اللغ في أعراض العلماء، فإن أعراض العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة.